بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة السابعة من مادة مبادئ القانون، والتي نتحدث فيها بمشيئة الله تعالى عن أشخاص الحق. في البداية هنتكلم عن مفهوم الشخصية القانونية، وإن المقصود بالشخصية القانونية هي عبارة عن صفة تتعلق بكل كائن يصلح لأن تثبت له الحقوق أو تتعلق به الواجبات. ويتم إثبات الشخصية القانونية في الأصل للشخص الطبيعي وهو الإنسان، كما يتم إثبات الشخصية القانونية أيضا لمجموعة من الأموال أو مجموعة من الأشخاص زي الشركات والجمعيات والمؤسسات، واللي بيكون لها أهداف معينة تسعى لتحقيقها، ويسمى هذه الأموال أو هذه الأشخاص بالأشخاص المعنوية أو الأشخاص الاعتبارية. يبقى الشخصية القانونية هي عبارة عن صفة بتتعلق بكل كائن يصلح لأن تثبت له الحقوق أو تتعلق به الواجبات. والشخصية القانونية دي في الأصل بيتم إثباتها للشخص الطبيعي وهو الإنسان. كذلك بيتم إثبات الشخصية القانونية لمجموعة من الأموال أو مجموعة من الشركات والجمعيات والمؤسسات، واللي بيكون لها أهداف معينة بتسعى لتحقيقها، وتسمى هذه الأشخاص بالأشخاص المعنوية أو الأشخاص الاعتبارية. من هنا فإن أشخاص الحق يقتسمون إلى أشخاص طبيعية وأشخاص اعتبارية. يبقى احنا نعرف ان الشخصية القانونية دي بيتم اثباتها للشخص الطبيعي اللي هو الانسان ده في الاصل، كذلك بيتم اثبات الشخصية القانونية لمجموعة من الاموال ومجموعة من الاشخاص اللي هي الشركات والجمعيات والمؤسسات. ومن هنا بنعرف ان اشخاص الحق يقتسمون الى اشخاص طبيعية واشخاص اعتبارية. في البداية هنتكلم عن الشخص الطبيعي اللي هو الإنسان، واللي بتثبت له الشخصية القانونية عند ولادته حتى ولو لم تتوافر لديه الإرادة العاقلة الواعية كالصغير أو فاقد الوعي. يبقى الإنسان بمجرد ولادته تثبت له الشخصية القانونية، أي القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. يبقى الشخص الطبيعي اللي هو الإنسان بيتم إثبات الشخصية القانونية له منذ ولادته حيا حتى ولو لم تتوافر لديه الإرادة العاقلة الواعية كالصغير. ومن ذلك بنعرف ان الإنسان بمجرد ولادته بيتم إثبات له الشخصية القانونية، ويكون حينئذ قادر على اكتساب الحقوق وعلى تحمل الالتزامات. ثم بعد ذلك هنتكلم عن مدة الشخصية القانونية، وإن الشخصية القانونية الشخصية القانونية للإنسان بتكون تامة بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. يبقى مدة الشخصية القانونية للإنسان بتكون بين الفترة من ولادته حيا وتنتهي بمجرد موته. فحتى تبدأ شخصية الإنسان يجب أن تتوافر لديه شرطان، هما تمام الولادة وأن تثبت حياته عند تمام ولادته. يبقى شخصية الإنسان لابد أن حتى يتم إثبات له الشخصية القانونية لابد أن يتوافر شرطان، هما تمام الولادة وأن تثبت حياة الإنسان عند تمام ولادته، وتنتهي شخصية الإنسان بموته. فالميت لا يصلح لأن يكتسب حقوقا أو يقوم بأداء. ولكن هناك استثناء على الأصل. احنا قلنا الأصل ان الشخصية القانونية بتثبت للإنسان بمجرد ولادته ولادة فعلية، ولكن هناك استثناء على الأصل. هي اولا هو الجنين، وان الجنين الذي يعتبر إنسانا تثبت له شخصية قانونية قبل ولادته. احنا قلنا ان الشخصية القانونية بتثبت بتمام الولادة، في حين ان الجنين بتثبت له الشخصية القانونية وبيكون قادر على اكتساب الحقوق كما لو توفى ابيه وترك له او وترك تركة، فبيتم احتساب هذا الجنين ضمن الورثة. يبقى هذا استثناء على الاصل، ان الاصل بيكون ان الشخصية القانونية بتثبت للشخص منذ ولادته ولادة فعلية وتنتهي
بموته، فالميت لا يصلح لأن يكتسب حقوق أو يكون بأداء واجب. ثم بعد ذلك هنتكلم عن الشخص الاعتباري، وإن المقصود بالشخص الاعتباري هو عبارة عن مجموعة الأشخاص أو مجموعة الأموال التي تجمعت بهدف تحقيق غرض معين، والقانون بيعترف لها بالشخصية القانونية، وبيكون من حينئذ منذ اعتراف القانون لها بالشخصية القانونية بيكون مجموعة الأشخاص دي أو مجموعة الأموال دي قادرة على اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات. يبقى الشخص الاعتباري هو عبارة عن مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تجمعت بهدف تحقيق غرض معين، والقانون بيعترف لها بالشخصية القانونية، حينئذ بتكون مجموعة الأشخاص دي أو مجموعة الأموال دي قادرة على اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات. ثم بعد ذلك هنتكلم عن عناصر الشخص الاعتباري، وأول هذه العناصر وهو العنصر الموضوعي، ويقصد بالعنصر الموضوعي هو عبارة عن مجموعة الأشخاص أو مجموعة الأموال اللي تجمعت بهدف تحقيق غرض معين أو عملا معينا تسعى لتحقيقه. يبقى العنصر الموضوعي هو العنصر الأول من عناصر الشخص الاعتباري، والمقصود بالعنصر الموضوعي هو عبارة عن وجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تستهدف غرضا معينا أو عملا معينا تسعى لتحقيقه، ولكن يشترط في غرض الشخص الاعتباري أن يكون الغرض من إنشاء الشخص الاعتباري ممكنا ومشروعا، فلا ينشأ أو فلا يجوز إنشاء شخص اعتباري إذا كان الغرض من إنشائه غير ممكن تنفيذه، أو كان غير الغرض من إنشائه غرض غير مشروع ومخالفا للنظام العام والآداب العامة. يبقى حتى يتمكن من إنشاء الشخص الاعتباري لابد أن يكون الهدف أو الغرض من إنشاء الشخص الاعتباري هو غرض ممكن ويكون ممكنا تنفيذه، ويكون غير مخالف للآداب والنظام العام. العنصر الثاني من عناصر الشخص الاعتباري وهو العنصر الشكلي، والمقصود بالعنصر الشكلي هو عبارة عن اعتراف الدولة لهذه الشركة أو هذه المؤسسة بالشخصية القانونية. يبقى العنصر الموضوعي هو عبارة عن مجموعة الأشخاص أو مجموعة الأموال اللي تكونت لتحقيق هدف معين أو غرض معين. والعنصر الثاني من عناصر الشخص الاعتباري وهو اعتراف القانون أو اعتراف الدولة لمجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بالشخصية القانونية. ثم بعد ذلك هنتكلم عن بداية الشخص الاعتباري وانتهائه. الشخص الاعتباري بيبدأ بمجرد اعتراف الدولة له بالشخصية القانونية. يبقى تبدأ الشخصية الاعتبارية بمجرد اعتراف الدولة بها، كذلك تنتهي بانقضاء الأجل المحدد لمباشرة النشاط الذي أنشئت من أجله إذا كان هناك أجل محدد. يبقى الشخصية الاعتبارية بتبدأ بمجرد اعتراف الدولة لها بالشخصية القانونية، وتنتهي بانقضاء الأجل المحدد لمباشرة نشاطها إذا كان هناك أجلا لذلك، أو من الممكن انتهاء الشخصية الاعتبارية عند اندماج أكثر من شركة أو أكثر من جمعية أخرى، كاندماج أكثر من جمعية في جمعية أخرى، أو بسحب الاعتراف بها وإلغاء ترخيصها. ثم بعد ذلك هنتكلم عن أنواع الأشخاص الاعتبارية، ويمكن تقسيم الأشخاص الاعتبارية إلى أشخاص اعتبارية عامة وأشخاص اعتبارية خاصة. أولا هنتكلم عن الشخص الاعتباري العام، وهو عبارة عن كل شخص اعتباري يمارس نشاطه في الدولة بصفته ممثلا للمصلحة العامة وصاحب سلطة فيها. يبقى الشخص الاعتباري العام هو عبارة عن كل شخص اعتباري بيمارس نشاطه في الدولة بهدف أو بهدف تحقيق المصلحة العامة وبصفته ممثلا للمصلحة العامة. ويأتي في مقدمة هذه الأشخاص اللي هي الأشخاص الاعتبارية العامة الدولة والمحافظات والمدن والقرى والإدارات وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية. يبقى
الشخصية أو الشخص الاعتباري العام ده هو كل شخص اعتباري بيمارس نشاطه في الدولة بصفته ممثلا عن الدولة وبهدف تحقيق المصلحة العامة، وبيكون صاحب سلطة فيها، ويأتي في مقدمة الأشخاص الاعتبارية العامة الدولة والمحافظات والمدن والقرى والإدارات وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية. ثم بعد ذلك هنتكلم عن النوع الثاني من أنواع الأشخاص الاعتبارية، وهو الشخص الاعتباري الخاص. والشخص الاعتباري الخاص هو عبارة عن شركات القطاع الخاص، والتي تنشأ عندما يتفق شخصان أو أكثر على أن يساهم كل منهما في مشروع مالي من خلال تقديم حصة من مال أو عمل، وذلك بهدف اقتسام الربح اللي قد ينشأ عن هذا المشروع. يبقى الشخص الاعتباري الخاص ده هو عبارة عن شركات القطاع الخاص بصفة عامة، واللي بتنشأ عندما يتفق شخصان أو أكثر على أن يساهم كل منهما في مشروع مالي من خلال تقديم حصة من مال أو عمل، وبيكون الهدف من ذلك أو الغرض من ذلك اقتسام الربح اللي قد ينشأ عن هذا المشروع. ثم بعد ذلك هنتكلم عن النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية. أولا هنتكلم عن النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية بالنسبة للشخص الطبيعي. يبقى أولا هنتكلم عن إيه؟ عن النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية بالنسبة للشخص الطبيعي. وأول هذه النتائج وهي الحالة، ويقصد بحالة الشخص الطبيعي عبارة عن مجموعة الصفات اللي يضعها القانون في الاعتبار، والتي يتوقف عليها تحديد مدى صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق أو تحمل الواجبات. يبقى الحالة هي عبارة عن مجموعة من الصفات القانون بيضعها في الاعتبار، واللي بيتوقف عليها تحديد مدى صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق أو تحمل الواجبات. وتتحدد هذه الصفات، أول هذه الصفات هو ابتداء بجنس الفرد كونه ذكرا أو أنثى. وكذلك من ضمن الحالات التي يتم وضعها في الاعتبار هو انتماء الشخص إلى دولة معينة أو انتماء الشخص إلى أسرة معينة. ثانيا الاسم. النتيجة الثانية من النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية بالنسبة للشخص الطبيعي وهو الاسم. يعتبر الحق في الاسم من أهم النتائج المترتبة على منح الشخص الشخصية القانونية بالنسبة للشخص الطبيعي. ويتألف الاسم عادة من عنصرين. أولا هو الاسم الذي يكون للشخص والذي يميزه عن غيره من بقية أسرته، وثانيا هو اللقب أو ما يسمى باسم العائلة، والذي يحدد انتماء الشخص لعائلة معينة أو لأسرة معينة. النتيجة الثالثة من النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية بالنسبة للشخص الطبيعي وهو الموطن. ويعرف الموطن بأنه عبارة عن مقر إقامة الشخص الطبيعي الذي يباشر فيه كافة أعماله وتصرفاته القانونية. ويشترط في الموطن أن يكون الفرد موجود فيه بصفة دائمة وصفة مستمرة. ثم بعد ذلك هنتكلم عن أنواع الموطن. أول هذه الأنواع وهو عبارة عن موطن الأعمال. وموطن الأعمال ده بيكون عبارة عن الموطن اللي بيباشر فيه الشخص حرفته أو تجارته، ويكون موطنا له فقط فيما يتعلق بالأعمال القانونية المتعلقة بتجارته أو حرفته. يبقى أول نوع من أنواع الموطن وهو موطن الأعمال، وده بيكون عبارة عن الموطن اللي بيباشر فيه الشخص حرفته أو تجارته، ويكون موطنا له فقط فيما يتعلق بالمعاملات القانونية أو الأعمال المتعلقة بتجارته أو حرفته. النوع الثاني من أنواع الموطن وهو عبارة عن موطن القاصر المأذون له بالتجارة، فهو موطن للشخص الذي ينوب عنه القاصر قانونا في إدارة شؤونه باسمه ونيابة عنه. النوع الثالث من أنواع الموطن وهو الموطن المختار. الموطن المختار فهو الموطن الذي يختاره الشخص من أجل تنفيذ عمل قانوني معين، فيكون هذا المكان موطنا له فيما يخص كافة
الأعمال المتعلقة بذلك العمل فقط. يبقى الموطن المختار ده اللي هو بيختاره الشخص من أجل تنفيذ عمل قانوني معين، فيكون هذا المكان موطنا له فيما يخص كافة الأعمال والتصرفات المتعلقة بهذا العمل، كما لو قام شخص بافتتاح مكتب محاماة أو مكتب عقاري كموطن مختار له فيما يتعلق بعمل قانوني معين كبيع قطعة أرض مثلا. رابعا وهي الأهلية، والمقصود بالأهلية إن الأهلية دي بتنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء. يبقى النتيجة الرابعة من النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية للشخص الطبيعي اللي هو الإنسان هي الأهلية، وتنقسم الأهلية إلى أهلية وجوب وأهلية أداء. أولا هنتكلم عن أهلية الوجوب، والمقصود بأهلية الوجوب هي عبارة عن صلاحية الشخص بأن يكتسب حقوق ويتحمل الالتزامات، وتثبت أهلية الوجوب للجميع منذ الولادة حيا بصرف النظر عن السن والإدراك والتميز. يبقى أهلية الوجوب ده أو أهلية الوجوب دي بتتقرر للشخص منذ الولادة حتى الوفاة، وبيكون قادر على أن يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات بصرف النظر عن السن أو الإدراك أو التميز. فهي تتقرر لعديم التميز كالصبي غير المميز أو الشخص المجنون، وتبقى أهلية الوجوب ملازمة للشخص الطبيعي ولا تزول عنه إلا بالوفاة. النوع الثاني من أنواع الأهلية وهي أهلية الأداء، والمقصود بأهلية الأداء هي قدرة الشخص عن التعبير عن إرادته تعبيرا يعتد به القانون لغايات ممارسة أهلية الوجوب. فهي تتمثل في صلاحية الشخص في إبرام كافة التصرفات القانونية، فهي لا تثبت لكل إنسان بمجرد ولادته كما هو الحال في أهلية الوجوب، وإنما تثبت للإنسان البالغ العاقل الراشد الذي يتمتع بإدراك وتميز كاملين. ثم بعد ذلك هنتكلم عن عوارض الأهلية، وأول هذه العوارض وهو الجنون. والجنون هو عبارة عن مرض يصيب العقل يجعل الشخص عديم التميز. يبقى الجنون هو عبارة عن مرض يصيب العقل فيجعل الشخص عديم التميز. ثانيا العته، والمقصود بالعته هو عبارة عن الشخص المصاب بخلل في عقله يجعله قليل الفهم ومضطرب التفكير. النوع الثالث من عوارض الأهلية وهو السفه، وهو عبارة عن التبذير في إنفاق المال على خلاف ما يقتضيه العقل والشرع. رابعا وهو ذو الغفلة، فهو إنسان طيب القلب إلى حد الغفلة، وبسبب طيبة قلبه الزائدة لا يقدر على التميز بين الربح والخسارة. ثم بعد ذلك هنتكلم عن النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية بالنسبة للشخص الاعتباري. احنا اتكلمنا عن النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية بالنسبة للشخص الطبيعي، وفي هذه النقطة هنتكلم عن النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية بالنسبة للشخص الاعتباري. وأول هذه النتائج وهو الذمة المالية المستقلة التي تكون للشخص الاعتباري. يتمتع الشخص الاعتباري منذ الاعتراف له بالشخصية القانونية بذمة مالية مستقلة، وتكون هذه الذمة المالية مستقلة عن الذمة المالية للأفراد القائمين له أو المكونين له. يبقى يتمتع الشخص الاعتباري منذ الاعتراف له بالشخصية القانونية بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص المكونين له، سواء بالنسبة للنفقات أو الإيرادات. ثانيا الأهلية القانونية، يبقى منذ الاعتراف للشخص الاعتباري بالشخصية القانونية بيتمتع بأهلية قانونية. والمقصود بأهلية أو الأهلية القانونية بالنسبة للشخص الاعتباري هي الأهلية التي تكون في حدود أو في الحدود التي رسمها له القانون، والتي تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. ولكن نجد أن الأهلية القانونية بالنسبة للشخص الاعتباري هي أضيق من أو تكون في نطاق أضيق من
الأهلية القانونية التي تكون للشخص الطبيعي. ثالثا حق التقاضي. يبقى النتيجة الثالثة من النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية بالنسبة للشخص الاعتباري وهو حق التقاضي، ويكون للشخص الاعتباري حق التقاضي فله مقاضاة الغير، كما أن للغير الحق في أن يقاضي هذا الشخص الاعتباري ويباشر هذا الحق عن الشخص المعنوي العام أشخاص طبيعيون. يبقى النتيجة الثالثة من النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية هو حق التقاضي، أن للشخص الاعتباري مقاضاة الغير، كما أن للغير الحق في أن يقاضي الشخص الاعتباري. النتيجة الرابعة من النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية وهو الموطن المستقل. للشخص الاعتباري موطن خاص يختلف عن موطن الأشخاص المكونين له، وهو عادة المقر الذي يكون فيه مركز إدارة الشركة أو مركز إدارة المؤسسة، وهو أمر له أهمية خاصة بالنسبة للشخص الاعتباري، فيجب إعلان الأوراق الرسمية والقضائية إليه في هذا الموطن اللي بيتم تحديده من خلال المحكمة المختصة بالنظر بالدعاوى الذي ترفع ضده. يبقى الشخص الاعتباري ده بيكون له موطن مستقل يختلف عن الموطن اللي بيكون للأفراد المكونين له أو القائمين عليه، وغالبا بيكون الموطن ده هو الذي يكون فيه مركز إدارته، وهو أمر له أهمية بالغة. وبكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.